سعادة السفير تشان كوك هان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de présenter mes lettres, les lettres de créance. اليوم كان لي الشرف لتقديم أوراق اعتمادي لسعادة الرئيس عبد المجيد تبون من خلال رئيسنا السيد هونغ وين فون ترونغ، سفيرا فوق العادة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. auprès de la République algérienne démocratique et populaire. كما تعلمون، الفيتنام والجزائر تجمعهما علاقات تاريخية وشراكة متعددة القطاعات، ويدعمان بعضهما على مستوى المنظمات الدولية. باعتباري سفيرا للفيتنام بالجزائر، لا يسعني إلا أن أعمل على تطوير العلاقات بين بلدينا في كل المجالات، بدءا بالمبادلات على أعلى المستويات، أيضا بالشراكة في الفلاحة والاقتصاد بدون أن ننسى الثقافة والتربية. من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، تحيا الصداقة بين الفيتنام والجزائر. Vive l'amitié entre le Vietnam et l'Algérie.